احنا بنرحب بكل السادة الضيوف المشاركين، اهلنا واخواتنا وزمايلنا السادة المحامين اللي مشاركينا من محافظات الصعيد، من اول بني سويف الى مدينة اسوان. النهاردة بنلقاكم في مدينة الغردقة حيث المؤتمر الاول لمحامي صعيد مصر. النهاردة بنتكلم عن مشاركات جميع المحامين في الحياة السياسية ومشاركات بالنسبة للتعديلات الدستورية الأخيرة اللي احنا على صدد ان احنا هنشارك فيها ان شاء الله. واحنا بندعو كل المحامين للمشاركة والإدلاء بصوتهم بصرف النظر عن الإدلاء بالصوت بنعم او لا، احنا عايزين ننزل وعايزين نشارك، وبندعو كل الناس ان هي تقول رأيها بصرف النظر ايه التوجيه، لان ده دورنا الوطني وده دور نقابة المحامين الوطني، والنقابة المحامين ودورها الوطني بينعكس زي اي فئة من فئات الشعب، واحنا لازم نكون قدوة لغيرنا باعتبار ان الناس كلها بتعول علينا في دورنا الوطني كنقابة محامين، وان احنا بنقود الامة برضو في المشاركة في الحياة السياسية. بالنسبة لدعم السيد النقيب العام، احنا بنشكر النقابة العامة طبعا على تنظيمها المؤتمر النهاردة وفتح سبل الحوار مع السادة المحامين شباب محامين الصعيد في جنوب الصعيد، من ناحية فتح سبل الحوار في المناقشة ما بين مشاكل التنقية الجداول الأخيرة وآخر التشريعات قانون المحاماة اللي احنا بصدد ان احنا منتظرينها مجلس الشعب، ومنتظرين برضو آخر إجراءات العلاج وزيادة المعاشات وزيادة مشاكل المحامين. وبالنسبة للاستثمارات اللي داخل عليها النقابة، إذا كانت مباني النقابة، إذا كانت النوادي اللي في الصعيد، إذا كانت بعض النقابات الفرعية عندها برضو بعض الاستثمارات، فإحنا شكرا لسيادة النقيب ومستنين دايما طبعا الدعم، ومنتظرين برضو دور نقابة المحامين دايما إن تنمي الصعيد أكتر، وبتحاول تفتح دور الحوار مع كل شباب محامين الصعيد أكتر بحيث إن احنا نرتقي بالصعيد أكتر من كده. وكون ان هو الانعقاد النهارده عن في صعيد مصر مش ده توحيد للصعيد وفصل ما بين المحامين وغيرها، لا ده هو جانب تنظيمي اكتر منه، لانه زياده العدد في المؤتمر اللي فات في كان 2009 او اللي كان في شهر 9 2019، كل المحامين ما عرفتش فعلا تتواصل مع بعضها مع زياده الاعداد مع زياده التراكمات مع زياده سبل الحوار الكتير. فالنهارده اختصار الاعداد دي عرفنا النهارده نتشارك، عرفنا نقف مع بعض النهارده ونتحاور في كل المشاكل اللي تخص المحامين، ولسه غدا ان شاء الله هيبقى لنا دور اكبر ان شاء الله في الحياه. هو بصراحه ان المؤتمر النهارده يبقى بين 10 نقابات ونقابات الصعيد دي على حاجه كويسه جدا، نقدر نسمع بعض افضل من المؤتمر الكبير نقابات كلها 38 نقابه بيبقى مكتظ ما بنعرفش الرساله توصل. النهارده مناقشات هتبقى قريبه، هالنقيبه بعد المؤتمر ما خلص ليه ساعه واقف معانا، كل اللي عنده حاجه قدر يقولها يعني، فدي بتبقى فرصة أحسن وفي وقت مناسب ومدة قليلة وما بتأثرش على برضه على العمل بتاع السادة الزملاء، والدنيا ماشية حلوة يعني. أنا أتكلم في حدود من ساعة ما أنا دخلت المحاماة، الفكرة دي مش موجودة حاليا أساسا، إحنا واخدين فرصتنا واخدين حقنا، إحنا أي مطالب لنا شخصية، إحنا أعضاء شباب حتى نتحرك على النقيب، أي مطالب لنا شخصية بنعرف نخلصها من النقيب العام، الراجل ما بيتأخرش معانا في حاجة يعني. ما فكرش ان احنا رحنا له في طلب اللي ما تناقش فيه وشاف امورنا وماشيه ازاي، طالما محتاجينه وسير العمل والعمليه الثقه الامور بتمشي، غير كده لا. فالفكره دي مش موجوده، والنقيب العام الفتره دي بصراحه بقى في مشروع التنقيه والمشاريع الاقتصاديه اللي عاملها بخصوص النقابه ورفع رصيد النقابه الاحتياطي 600 وحاجه، دي حاجات عمرها ما حصلت في تاريخ النقابه، والدوره دي تسجل في تاريخ 7 شهور كنقيب لنقيب المحامين. اولا بحب اشكر السيد معالي النقيب محامين مصر ورئيس اتحاد المحامين العرب الاستاذ سامي عاشور لما يبذله لدعم الشباب وجمع الارتباطات وتكاتف نقابه شباب محامين مصر جميعا. معالي النقيب حب يجمعنا النهارده لدعم شباب المحامين على مستوى الصعيد بل على مستوى الجمهوريه، ومعالي يعني بيصدر توصيات دايما للشباب ان هي الامل لنقابة المحامين هي البذرة اللي هتكون شجرة تثمر خلف الوطن وخلف العدالة وخلف القانون. فالشباب دايما يعني هو دايما بيحب يدعم الشباب بثقافة قانونية، دايما بيحب ينبت في الشباب يعني روح حب المحاماة وحب الوطن، واحنا دايما في خلفه وراه وبنساند برضه يعني في بناء الوطن.